فيلمنا بيبدا مع بنت اسمها تيس، وبتوصل تيس كده قدام البيت اللي حجزته على الانترنت عشان تقعد فيه، والجو بيمطر جامد جدا، وبتحاول تدور على المفتاح بسرعه عشان تدخل البيت، وبتكتشف ان المفاتيح مش موجوده في الصندوق زي ما مكتوب في الرساله. وبتجرب كده تيس تتصل بالراجل اللي اتفقت معاه عشان تساله عن المفاتيح، للاسف بتلاقي موبايله مقفول، هي كملت، وبتسيب له رساله وبتطلب منه يتصل بيها في اقرب وقت. ولما بترجع تقعد كده في العربيه بتاعتها بتستغرب لانها بتشوف النور بتاع البيت بيشتغل فجاه، وبتنزل تاني بتفضل ترن الجرس عشان تشوف مين اللي جوه، وبتشوف راجل غريب جوه، وبيفتح لها شاب اسمه كيم وبيوضح لها ان هو كمان مأجر البيت ده، وبتفهم تيس ان في غلط حصل وان هما الاتنين اجروا البيت في نفس الميعاد، وعشان الجو بيمطر وهي اصلا مش عارفه توصل للراجل بيسمح لها كيم يعني انها تدخل تقعد معاه جوه، وبيوريها تاكيد يعني الحجز بتاعه للمكان من فتره عشان تعرف ان هو مش بيكذب. وبتحس تيس انها مش مستريحه خالص عشان قاعده مع واحد غريب في بيت لوحدهم، وبتبدأ تدور على أقرب أوتيل عشان يعني تجرب تروح تحجز فيه أي أوضة، وللأسف بتلاقيه محجوز بالكامل. وبيقولها كيم لأنه سمع المكالمة بتاعتها إنها صعب تلاقي أي مكان يعني في فندق حاليا، لأن في مؤتمر طبي كبير وواخد معظم الفنادق، وبيعرض عليها تفضل قاعدة في البيت لحد ما الصبح يجي وساعتها تبقى تشوف أي حل تاني، وبيقرر يديها هي الأوضة عشان تنام فيها. وبتاخد تيس كده حاجتها وتدخل الأوضة، وبتشوف المحفظة بتاعت كيم جوه، وبتقرر تشوف البطاقة بتاعته وبتصورها عشان تتأكد انها في امان، وبعدها بتخرج وبتدي المحفظة بتاعته يعني عشان لو احتاجها، ولا كأنها طبعا عملت اي حاجة، وبتقول انها تدخل الحمام. ولما بتخرج بتلاقي قاعد مستنيها ومجهز مشروب ليهم هما الاتنين، وبتستغرب تصرفاته عشان ما تكسفوش بتقرر تقعد معاه شوية، بس بترفض انها تشرب. وبيبدأوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض في اي حاجة يضيعوا بيها وقت، وبتشرح له تيس انها جايه هنا عشان تعمل مقابله لشغل جديده وتتمنى انها تتقبل فيه، وبتقول له انها لازم تقابل مخرجه اعلانات كبيره اسمها كاترين، وبيقول لها ان هو عارفها كويس جدا وكمان عارف قصه الفيلم الجديده اللي بتعمله. وبتحس تيس ان هو شخص لطيف وبتتكلم معاه مده طويله جدا، وبتحاول تتعرف عليه اكتر، وبيلعبوا مع بعض شويه وبيحاولوا يستمتعوا بوقتهم، وبيضحكوا على كل النكت اللي بيقولوها، وبيقربوا من بعض جدا، وبيساعدها كيم انها تحضر السرير عشان تنام عليه براحتها، وبيتمنى ليها ليله سعيده، وبيخرج وبيسيبها وبيبان جدا ان هو معجب بيها. ولما بتنام تيس في نص الليل بتصحى على صوت غريب، وبتقوم بتلاقي الباب مفتوح وبتحس انها قلقانه وخايفه، وبتسمع صوت كيم رايح في النوم وبيتكلم كده وبيطلب من حد يساعده، وبتقرر تقوم تطمن عليه. وفي اللحظه دي في حد من وراها بيقفل الباب بالراحه من غير ما هي تحس، وبتصحى كيم وبيقوم مفزوع كده وبتقول له انها سمعت صوت غريب وهي نايمه، وبتحاول تعرف هو اللي فتح الباب ولا لا، وبتتاكد منه ان هو نايم من بدري وما عملش اي حاجه. وبتعتذر له تيس وبتحس انها كبرت الموضوع، وبتدخل تكمل نوم، وبتتاكد ان الباب مقفول كويس عليها. وتاني يوم الصبح لما بتقوم ما بتلاقيش كيم، وبتشوف رساله سايبها ليها عشان تقراها، وبيقول لها انه خرج او انه اتبسط قوي عشان نتعرف عليها وقضى معاها شويه وقت. وبتستعد تيس وبتخرج عشان تروح المقابله بتاعتها، وبتستغرب جدا لانها بتكتشف ان كل البيوت اللي حواليها اصلا مهجوره ومفيش اي حد عايش فيها، وعشان هي متاخره ما بتلحقش تفكر في الموضوع اصلا، وبتتجاهل كل اللي شافته. وبتوصل المكان اللي بتتقابل كده فيه مع كاترين، وبتسألها كاترين هي قاعدة في أي مكان دلوقتي، وبتقولها تيس على اسم البيت اللي هي مأجراه. وبتتخض كاترين جدا أول ما بتسمع الاسم ده، وبتنصح تيس تسيب البيت ده في أسرع وقت، وبتأكد لها إن المنطقة كلها مش آمنة خالص، وبتشوف تيس إنها بخير ومفيش أي حاجة تخوف يعني في المكان. ولما بترجع تيس البيت تاني بتشوف راجل فقير بيجري في الشارع بطريقة مخيفة، وبيصرخ بصوت عالي وبيقول لها إن هو لازم تخرج من البيت. وبتخاف تيس جدا منه وبتجري وبتاخد المفتاح وبتدخل بسرعه قبل ما يقرب منها، وبتحاول تتصل بالطوارئ عشان تبلغ عن الراجل، وبتعرف منهم انهم مش هيقدروا يبعتوا اي دعم في الوقت الحالي. وبتلم كل حاجاتها وبتحاول انها تهدى خالص وتفكر هتعمل ايه. ولما بتدخل الحمام بتلاقي ان المناديل خلصت، وبتقرر تنزل الدور الارضي يمكن تلاقي مناديل. ولما بتقرر ترجع تاني لفوق بيتقفل الباب لوحده بطريقه مخيفه، وبتلاقي نفسها محبوسه تحت، وكمان الموبايل بتاعها مش معاها. والاوحش بقى يا معلم ان المفتاح بتاع البيت معاها، وهيبقى صعب قوي ان كيم يدخل يلاقيها. وبتفضل تدور حواليها وبتشوف شباك، وبتجرب تلاقي اي حاجه تكسر بيها يعني الشباك عشان تخرج، وفجاه بتشوف حبل قديم جدا خارج من الحيطه، وبتفضل تسحب بيه لحد ما بتكتشف باب مخفي ورا الحاجه. ولما بتفتح يعني بتلاقي الجو ضلمه جدا ومش باين ايه اخر الباب ده، وبتفضل قاعده تفكر هتتصرف ازاي لحد ما بتزهق، وبتحاول تستخدم المرايه عشان تشوف ايه اللي موجود في الباب ده، وبتعرف ان مفيش اي حاجه جوه وانه عباره عن ممر فاضي. وبتقرر انها تدخل جوه يمكن تلاقي اي مخرج ليها. ولما بتوصل للاخر بتلاقي باب كمان، ولما بتفتحه بتشوف اوضه صغيره فاضيه وجواها سرير مليان بدم قديم جدا،
وجردل الموجود على الأرض، وكمان في كاميرا كبيرة وبتترعب جدا لما بتشوف المنظر ده، وبتجري بسرعة وبترجع للمكان اللي كانت فيه، وبتكتشف إن كيم وصل أخيرا وموجود بره، وبتفضل تنادي عليه لحد ما بيشوفها وبيدخل وبينقذها. وأول ما بتطلع كده بتحس إنها مرعوبة وبتقرر تاخد حاجتها وتمشي، وبتحكي لكيم عن كل اللي شافته تحت، وبيشوف كيم إن الموضوع مش مخيف، إن ممكن يكونوا موجودين لسبب معين، وبيقرر ينزل بنفسه كده ويشوف عشان يقدر يفهم، وبيطلب منها تستناه لحد ما يرجع عشان الباب لو اتقفل عليه تقدر تطلعه. وبتحس يعني تيس إنه اتأخر جدا تحت، وبتقرر إنها تروح تطمن عليه. وفي الوقت ده الباب بيبدأ يتقفل تاني، وبتقدر تلحقه على آخر لحظة، وبتحط كرسي قدامه عشان يفضل مفتوح، وبتنزل تنادي على كيم، وبتستغرب إن هو مش بيرد عليها خالص ولا ليه أي صوت، وبتضطر إنها تروح للأوضة دي يعني عشان تفهم هو راح فين. والغريب إنها مش بتلاقي ليه أي أثر، ولما بترجع للممر بتكتشف إن في باب تاني بيوصل لسلم غريب، وبتخاف تنزل كده، وبتضل تنادي على كيم تاني، وفجأة بتسمعه بيصرخ وبيطلب منها تساعده، وبتضطر إنها تنزل غصب عنها لأنه بيصعب عليها. وبتفتح الكشاف بتاع الموبايل عشان تشوف كويس، وبتفضل كده ماشية ورا صوت كيم. لما بتوصل بقى بتشوف قدامها عدد كبير جدا من الأقفاص الكبيرة، وعاملة زي بتاعت الكلاب والقطط. وبعد شوية بتلاقي كيم كده بيقرب عليها وبيزحف على الأرض، وحالته وحشة جدا ومرعوب، وبيقولها إن في حد عضه، وبيحس إن المكان كله خطير وفي حاجة مش طبيعية هنا، وبيقرر إنهم لازم يخرجوا من هنا بسرعة. وقبل ما يمشوا بيظهر قدامهم مخلوق مخيف وغريب، وبيضرب كيم على راسه لحد ما بيموته، وبيبدأ المخلوق ده يصرخ في وش تيس وهي واقفة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل ده، أنت مين ده؟ وفي المشهد اللي بعده بنشوف شاب اسمه جيب سايق عربيته وبيستمتع بوقته جدا، وبنعرف إن هو ممثل معروف جدا، وبيتصل بيه يعني أصحابه بيبلغوه إن الفيلم الأخير اللي كان بيصوره اتلغى، وبيزعل جيب جدا من اللي حصل، وبيحس إن شغله كله بيضيع، وبيقرر يسافر لبلده عشان يبيع شوية من ممتلكاته، ويقدر يعني يصرف على نفسه لحد ما يلاقي شغل جديد، وبيستعد عشان يوصل للبلد دي، وبيقعد في البيت بتاعه اللي هناك، وبيطلع نفس البيت اللي كانت فيه تيس، ولما بيوصل بيستغرب لأنه بيلاقي عربية مركونة قدام البيت، ودي عربية تيس أصلا، ولما بيدخل البيت بيشوف كل حاجته وحاجة كيم مرمية في كل مكان في الشقة، وبيغضب جيب جدا لأنه بيفكر إن في حد قاعد في بيته من غير ما يعرف، وبيتصل بالمساعد بتاعه وبيسأله لو في حد مأجر البيت بتاعه الفترة دي، وبيتأكد منه إن مفيش أي حجوزات من فترة وإن البيت مفروض يكون فاضي من أسبوعين، وبيستغرب جيب جدا وبيقرر يخرج يقابل واحد صاحبه ويغير جو شوية يعني، وبيحكي له على كل اللي حصل معاه في الشغل، وبيقول إنه اتخانق مع ممثل وضربه ورافع عليه قضية، وإن كل شغله وقف بسبب اللي حصل. وتاني يوم الصبح بيبدأ يفتش في شنط تيس وكيم، وبيحاول يلاقي حاجة يتواصل يعني معاهم بيها، وبيشوف بالصدفة لابتوب موجود، وبيعرف إن هو بتاع بنت اسمها تيس، وبيلاقي مفاتيح العربية بتاعتها كمان، وبيقرر ينزل الدور اللي تحت ويدور فيه كويس، وبيستعد وبيمسك سكينة عشان ينزل وهو مأمن نفسه، وبياخد معاه كشاف عشان يشوف كويس. وأول ما بينزل بيسمع صوت حد بيصرخ قريب من الحيطة، وبيشوف نفس الحبل الموجود، وبيفضل يسحب فيه، والباب بيتفتح معاه زيهم وعكسهم تماما. ما بيخافش لما بيفتح الأوضة اللي تحت، وبيشوف إن دي فرصة كويسة بالنسبة له عشان البيت يتباع بمبلغ أكبر، لأن بكده البيت مساحته أكبر من الأول. وبينزل تاني وبيبدأ يقيس حجم الأوضة والممر، وبتحمس أكتر لما بكتشف الباب التاني، وبينزل تحت الأرض وبيقيس المسافة كلها، هو ما بيخافش خالص من المنظر ولا شكل الأقفاص الموجودة في كل مكان، وفجأة بيشوف ضوء قريب منه في آخر النفق، ولما بيوصل بيلاقي أوضة الريحة فيها وحشة قوي، وبيشوف شريط فيديو شغال قدامه، وفجأة حد بيسحب المتر اللي في إيده، وبيخاف جدا وبيحاول يشوف مين اللي بيعمل كده، وبيفضل يجري وبيحاول يهرب لحد ما بيظهر في وشه نفس المخلوق، وبيخاف جيب أكتر وبيفضل يجري منه عشان ينقذ نفسه، وفجأة بيقف في حفرة وبيلاقي تيس جواها، وبنرجع بالمشهد للماضي في زمن التمانينات، وبيخرج صاحب البيت نفسه فرانك بيركب العربية بتاعته عشان يروح لمكان، وبيبان جدا إن كل البيوت اللي حواليه مسكونة ودنيا ماشية طبيعي جدا، وبيوصل فرانك للسوبر ماركت، وبيطلب من الموظفة إنها تدي كل مستلزمات الأطفال لأن مراته هتولد قريب، ولما بيرجع للعربية بتاعته بتكتشف إن في حاجة مش طبيعية في فرانك، لأنه بيبدأ يمشي ورا عربية تانية، وبيفضل مراقب الست اللي جواها لحد ما بتوصل للبيت، وبيلبس زي كهربائي وبيخبط على الباب، وبيطلب منها يدخل يصلح العطل الموجود، ولما بيدخل الحمام بيفتح الشباك بتاعه وبيخرج تاني، وبيرجع تاني البيت بتاعه، ويقف يتكلم مع جاره وبيعرف منه إن معظم الناس قررت تبيع بيوتها بسبب الأزمة الاقتصادية المتوقعة، وبيقوله فرانك بكل ثقة إن مستحيل يمشي من هنا، وبيدخل بيته وبينزل الدور الأرضي، وبنسمع صوت ست عمالة تصرخ بصوت عالي جدا. وبنرجع تاني للحاضر، وبتنصح كده تيس جيب ان هو يفضل هادي عشان المخلوق ما يغضبش منهم،
وبعد شوية بيقدم لهم المخلوق ده ببرونة أطفال كبيرة عشان يشربوا اللبن اللي فيها، وبتعمل تيس كل المخلوق بيطلبه منها، بتضغط على جيب إن هو يعمل زيها، وبتقول له إنهم بكده هيفضلوا عايشين، وبيرفض جيب إن هو يعمل كل ده لأنه قرفان وخايف، وبيتضايق المخلوق جدا وبينط كده قدامه فجأة، بيقرب من تيس وبيعملها كأنها طفلة صغيرة، وبيروح بعدها الجيب وبيبدأ يتكلم معاه بصوت مرعب، وبيمسكه من رجله وبيسحبه معاه لبعيد وبيسيب تيس لوحدها، وبيوصل للمخلوق كده للأوضة ومعاه جيب وبيجبره إن هو يشرب اللبن بالعافية، وبتستغل تيس الفرصة وبتحاول تهرب من الحفرة، وللأسف وهي ماشية بتخبط في حاجة وبتعمل صوت عالي، وبيشوف المخلوق بيحاول يلحقها بس تيس بتوصل للدور الأرضي، وبتلاقي الباب لسه مقفول، وبتقدر تكسر الشباك وبتنط منه بسرعة، وبيلحقها الراجل مجنون على آخر لحظة وبينقذها من إيد المخلوق، وبنفهم إن الراجل ده كان عارف كل اللي بيحصل في البيت وعشان كده كان بيحاول يمنعها تدخل من الأول، وبيقول لتيس إن بسببها المخلوق ده هيخرج بالليل وهيفضل يدور عليها لحد ما يلاقيها، وبيأكد لها إن المخلوق ده مش لوحده وفي حد تاني معاه، وبينصحها تهرب بسرعة. في الوقت ده بيلف جيف في كل الأنفاق اللي حواليه وبيكتشف إن في جرس وخط كهرباء، وبيفضل ماشي ورا خط بتاع الكهرباء ده، وفي الآخر بيوصل لباب غريب وبيستغرب لأنه بيلاقي إن المخلوق خاف من الباب واقف بعيد ومش بيحاول يمسكه، ولما بيدخل الأوضة بيكتشف إن في راجل عجوز جدا نايم على السرير، وبنعرف إن ده نفسه فرانك. وبتوصل تيس لأقرب بنزينة وبتستخدم التليفون وتطلب المساعدة، ولما بتوصل للشرطة وبيسمعوا منها اللي حصل بالظبط، محدش يعني منهم بيصدق وبيفكروا إنها مدمنة أو شارب حتتين بعشرة، وبتفضل تتحايل عليهم يعني يجوا معاها وينقذوا جيب من الموت. ولما بيروحوا للبيت بيلاقوا المنطقة كلها مهجورة، وبيتأكدوا إنها مش في وعيها، وبيقرروا يمشوا ويسيبوها. وبيحاول جيب يتكلم مع فرانك، وبيشاور كده فرانك على درج معين وبيطلب من جيب يفتحه، وبيلاقي جواه شارات مسجلة كتير جدا ومكتوب عليها أسماء ستات مختلفة، وبيشغل واحد منهم عشان يشوف إيه اللي جواه، وبعرف إن فرانك كان بيخطف الستات وبيغتصبهم، وبيفضل يصرخ فيه لأنه مش مصدقه لأنه إن هو بيعمل كده يعني. وفجأة فرانك بيطلع مسدس وبيقتل نفسه، وبتقرر تيس تدخل لوحدها وتنقذ جيب، وبتجيب كده مفتاح العربية بتدخل النفق بيها، وأول ما بتشغل العربية بتظهر المخلوقة الغريبة قدامها دي، وبتخبط تيس بالعربية وبتفضل تدوس عليها لحد ما بتلاقيها أغمى عليها، وبتنزل تيس بسرعة وتجري تدور على جيب، وفي نفس الوقت بيمسك جيب مسدس فرانك وبيحاول يهرب وينقذ نفسه، وبسمع صوت جاي من بعيد وبيفكر إن المخلوق يعني وبيضرب عليه نار، وبيكتشف في الآخر إنها تيس، وبيشيلها وبيحاول يخرج بيها لبره، وبتتفاجأ تيس إنها بتلاقي المخلوق مش مكانه، وعشان العربية باظت بيضطروا يمشوا على رجليهم، وبيقابلوا الراجل غلبان في طريقهم، وبيحكي الراجل إن فرانك كان متوحش وبيعمل أعمال قذرة، وكان بيخطف الستات وبيحبسهم وبيجبرهم يخلفوا منه، كل ما واحدة تموت يعمل كده في بنت اللي موجودة، أيا كان صلة القرابة اللي بينه وبينها، والوحش اللي هم شافوه ده ناتج عن تزاوج القرايب، وعمل نوع غريب من مش بشري كده بالكامل، وإنه محبوس في المكان ده بقاله 40 سنة، وبيأكد لهم إنهم في أمان هنا لأن الوحش ما بيحبش يبعد عن البيت خالص، وفجأة بيظهر الوحش وراه وبيهجم عليه وبيقتله بطريقة بشعة كلها وحشية، وبتصدمه من المنظر اللي شافوه، وبيجروا بسرعة عشان يستخبوا، وبيوصلوا لبرج المية، وبتطلع تيس بصعوبة لأنها مصابة، وبيطلعوا لفوق بيفتكر كده جيب إن معاه مسدس، وللأسف بيقع منه غصب عنه، وبتجيله نوبة هلع ونوبة غريبة كده، مبقاش حاسس هو بيعمل إيه، وبيرمي تيس للمخلوق عشان أكيد هتحاول تنقذها يعني لأنها طفلتها بالنسبة يعني لتفكيرها، وفعلا بتنط عليها وبتمسكها، وبينزل جيب بعدها عشان يشوف إيه اللي بيحصل، وبيتأكد إنها فعلا ماتت وضحت بنفسها عشان تحمي تيس، وبيعتذر لتيس عن اللي عمله وبيقول لها إنه ما كانش حاس بنفسه، وفجأة بيقوم المخلوق وبيمسكه من رقبته وبتشيل عينيه، وبتقتله بطريقة بشعة، وبتقرب من تيس بالراحة وبتحاول تطمن عليها وتهديها، وبتحس تيس كده بالألم بسبب الجرح بتاعها، وبيحاول المخلوق يقنعها إنها ترجع معاه للنفق، وفي الوقت ده بتمسك تيس المسدس وبتقرر تقتل الوحش، وبتزعل عليه جدا لأنه ملوش ذنب يعني في كل اللي حصل معاه، وفي الآخر بتقوم تيس وبتبدأ كده تبعد عن المنطقة كلها بعد ما تأكدت إن كل الرعب انتهى ومحدش هيتأذي تاني، بيخلص فيلمنا على كده.